أشاد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدعم وتطوير فريق تتبع المخالطين. قام معالي وزير الداخلية صباح اليوم بزيارة الفريق بغرفة عمليات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري، حيث رافق معالي سعادة رئيس الأمن العام، وكان في الاستقبال قائد الخدمات الطبية الملكية. وخلال الزيارة اطلع معالي الوزير على الإجراءات والتدابير التي يقوم بها الفريق من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمنا حرص سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تحقيق التنسيق والتكامل في الأداء بين كافة الجهات المعنية في إطار عمل الفريق الوطني للحملة الوطنية لمكافحة كورونا. وقد اطلع معالي الوزير على سير الإجراءات والتدابير المتخذة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة كورونا، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء فريق تتبع المخالطين على ما يقومون به من جهود متميزة على مدار الساعة، وبذلهم وعطائهم المتواصل من أجل البحرين وأهلها بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا والوصول إلى بر الأمان في هذه الأزمة، مشيدا بجهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في هذا الشأن ودورها في إعداد هذا الفريق بالتعاون مع الجهات المعنية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم. رافق معالي وزير الداخلية خلال الزيارة مدير عام الأدلة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.